قال مدير كبير مدرب الرجاء الرياضي إنه كان يتمنى الفوز في الديربي أمام الوداد الذي خسر فيه بهدفين لهدف. وأكد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لم ندخل الشوط الأول بشكل جيد لمدة ربع ساعة. الوداد أهدر ركلة جزاء وبعدها أصبحت السيطرة لنا، وتابع أن فريقه لم يستغل الفترات التي كان فيها قويا في الشوط الأول وأهدر عدة فرص. وأشار: لم نسير الإيقاع جيدا في الشوط الثاني رغم أن بدايتها كانت متكافئة. الوداد سجل الهدف الأول. مع الأسف أن الإيقاع كان يكسر بسبب كثرة إصابات اللاعبين وتوقف المباراة. وأكمل: صحيح أن أكسيل ماي غير موفق في التسجيل، يجب التأكيد على أنه لم يبدأ الاستعداد مع الرجاء والتعاقد معه مؤخرا، إنه يشتغل ويجتهد من أجل استعادة مستواه. وختم: نحن نعول على التوقف الدوري وستكون لنا الفرصة للعب والاشتغال بهدوء، خاصة على مستوى النزاعة الهجومية التي ما زلنا نعاني منها على غرار مباراة اليوم.